يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده بكل روح رياضيه. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن العقل السليم في الجسم السليم، مكملين معاكم الحلقه الثانيه العقل السليم في الجسم السليم برضه. الرياضه عامه بشكل عام، الرياضه دي بتخلي اي انسان مننا يطلع القوه اللي جواه، بتخلي اي انسان مننا يبقى عنده قدرات بتبقى مختفيه مش عارف يطلعها، بس مع الممارسه بتاعت الرياضه بيطلعها. اللي بيمارس مننا رياضه بيكتشف من عنده مواهب كتيره جدا يبدأ يطلعها بعد ممارسة الرياضة. الرياضة دايما بتعطي بس ما بتاخدش، بتدي بس ما بتخسركش أي حاجة، بتدي ثقة في النفس، بتدي طموح، بتدي حاجات كتيرة جدا. خلينا نكمل سلسلتنا النهاردة وأرحب بضيوف اللي موجودين معانا النهاردة. زميل البرنامج دايما اللي مشرفنا دايما كابتن محمد شهاب. مساء الفل عليك كابتن محمد. مساء الفل أستاذ محمد، منور البرنامج حبيبي. ربنا يخليك، بنورك. الله يخليك. الله يخليك. واتشرف برضه بوجود ضيوفي اللي اول مره يشرفوني النهارده ودايما يبقوا موجودين معايا، كابتن مصطفى جبريل. مساء الفل يا كابتن مصطفى. مساء الفل كابتن محمد، منور الدنيا. منور ربنا. ومعانا برضه الكابتن وليد ضاحي. مساء الفل عليك كابتن وليد. اهلا بحضرتك. الله يخليك، منور الدنيا. الله يبارك لك. احنا مكملين معاكم العقل السليم في الجسم السليم. الحلقه اللي فاتت اكتشفت او خدت بالي من حاجات ان في رياضات فرديه وفي رياضات جماعيه وفي رياضات الشخص مننا بيعملها لشخصه او لذاته وفي رياضات بيستخدمها عشان يخش بطولات وطموحات، بس كله بيصب في العقل السليم في الجسم السليم. وده اللي خلاني اروح بقول سؤال للكابتن شهاب. يعني انا دلوقتي اب عايز اخلي ابني يلعب رياضه او يمارس رياضه، معرفش ايه بقى الرياضه الجماعيه، ايه الرياضه الفرديه، ايه الرياضه اللي تخليه ياخد ميداليات، ايه الرياضه اللي تخليه يبقى جسمه قوي، ايه الرياضه اللي تخليه يبقى نشط. افرق ما بين دول ازاي، وازاي افرق ما بين صاله الالعاب الرياضيه هنا فيها الالعاب دي او اوديه صاله العاب رياضيه ثانيه فيها العاب ثانيه انا محتاجها. لان انا مثلا لو بصيت على المكان من بره ده بالنسبه لي نادي رياضي او صاله العاب رياضيه فيها بعض الالعاب الرياضيه اللي ابني هيستفيد منها، افرق ازاي؟ اول حاجه لازم انت تشوف برضو ميوله، هو ميوله ايه. يعني في طفل من هو صغير عايز يطلع يلعب رياضه فيها فايت وعنده الميول ده ان هو عايز يطلع يلعب فيها لعبه فيها ان انا اضرب واتضرب وادافع عن نفسي. في واحد لا، ميوله ان هو ممكن يطلع عايز يلعب سباحه، فما ينفعش انا احطه في المجال ده واقول له لا انت هتبقى كويس هنا. لا، انا اشوف ميوله ايه. ممكن ما فيش مشكله لو يعمل مثلا تجربه تيست ليه مثلا في رياضة هنا مع مثلا كوتش فلاني هنا لغاية ما يلاقي حاجة هو حاببها. انت لازم تشوف برضو موهبته ايه، هو بيحب يتفرج على ايه. دي ابسط حاجة. النقطة التانية حضرتك اتكلمت فيها ان انا بختار المكان ده او النادي ده افضل من النادي ده ليه. اغلبية النوادي الناس مثلا مش بتروح لان مش هي النوادي اللي بتبني الاجيال، المدرب هو اللي بيبني الجيل، اما المكان لا. يعني انت مثلا ممكن تخش، هنتكلم مثلا حاجة اللي انا اعرف اكلمك فيها كويس، هكلمك مثلا عن الجيم. انا اخش جيم، يعني 90% من النوادي كلها شبه بعض، نفس الماشينز، اللي بيختلف الكوتش اللي موجود. بس انا هقطعك هنا في حاجه. انا رحت اكتر من صاله، من صاله جيم، الاجهزه مختلفه. تمام، هي ما اعرفش هل اختلاف الاجهزه اختلاف، بس مش الاختلاف اللي هو الاختلاف صعب اللي هو انا اقول المكان ده مكان ضعيف جدا، لا لا. انما الكوتش يعني لو موجود صح هيعرف يمرنك صح، هيعرف يوظفك صح، هيعرف يقول لك انت محتاج اكل مثلا بنسب قد ايه، انت محتاج قد ايه، وزنك قد ايه. ده لو كنتش فاهم خلاص، يبقى انت باقل امكانيات عندك في الجيم هتعرف توصل لمجهود كويس. فهي مهما كان الالعاب وبتبقى كويس. وبرده اللي يعني الحته بتاعه الاطفال وسنها صغير اكتر دي ما شاء الله ممكن تبقى مع الكابتن وليد ضاحي، لان هو يعني بكونفو، فبيجي له اعمار كتير صغيره بيعرف ان هو اهلهم. طب انت ممكن يجي لك كطفل او يجي لك احد عايز يتدرب، انت شايف ممكن يستغل او يستخدم في لعبه تانية توجهه ليها؟ طبعا. ممكن مثلا يجي لي يعني ولي امر مع ابنه يقول لي مثلا انا ابني كان بيلعب مثلا رياضه كذا وعايزه يلعب مثلا عند حضرتك في الجيم يتمرن، بيتمرن وكل حاجه، بس ساعات انت تلاقي ان هو ممكن عنده موهبه اقوى بكتير فبيتمرن الحاجه دي، بس لا عنده موهبه ان هو ممكن مثلا يلعب كونغ فو يلعب حاجه تانية كده يعني. طيب هروح بس للكابتن وليد. طالما انت رحت للكابتن وليد بالكونغ فو، بيجي لك حد ولي امر مع ابنه او مع حد انا عايزه يتدرب كونغ فو، تمام،
هل انت بتساعده انه يخش بطولات ودورات والكلام ده كله، ولا في ينفع وفي ما ينفعش، ولا اي حد ممكن يخش اللعبه دي ينفع يتاهل؟ هو عامه في السن الصغير، في السن الصغير في السن الصغير احنا كمدربين من واقع الخبره ان احنا بندور على السمات البدنيه او الصفات البدنيه لكل طفل. ساعات بيجي لك طفل طويل القامه، ساعات بيجي لك طفل مثلا يكون قصير قامته قصيره، دراعه يعني في صفات بدنيه تأهل الطفل. لو مثلا طفل مثلا دراعاته طويله واطرافه طويله ممكن يلعب سباحه، ممكن يلعب باسكت. انت برضه لو جالك ولي امر مع طفل او مع حاجه ممكن توجهه؟ اوجهه، لان برضه ما هو عشان لو هو هيمارس الرياضه لان هو راجل، يبقى راجل رياضي بروفيشنال او في المستقبل عايز ابنه يبقى بطل، فانت من واجبك كمدرب ساعتها انك تقول له ايه ابنك ده هينفع في اللعبه دي او مش هينفع. لان برضه في صفات ذهنيه عقليه، المنتال، الحته المنتال العقليه اللي ان الطفل ذات نفسه ممكن يكون طفل جاي لك عنده الموهبه ان هو يعمل فايتنج او يلعب حاجه يدافع بيها عن نفسه، عنده جراءه، عنده يعني شخصيه كويسه، هو لما يجي حتى كل لعبه لها صفات، كل لعبه لها صفات اللعب، كل لعبه ليها صفه بدنيه، صفات شخصيه وبدنيه وعقليه، يعني حاجات كتيره بتاثر في نجاح الطفل دوت. انت بقى كمدرب، احنا ساعات بيجي لنا اطفال ما عندهمش، بس احنا بننمي لهم الحاجات دي نقدر نشتغل. يعني ممكن واحد يكون عايز ابنه مثلا يعرف يدافع عن نفسه في المدرسه، مثلا خجول بمنطوي او كده، فبتبدا انت تحطه جوه المجال او العمليه التدريبيه انك تطلع منه الحته او تعالجه من العيوب الشخصيه اللي واجهها. الله ينور عليك. انت مش هتوصل بيه لمرحله ان هو البروفيشنال البطوله ان هو يبقى بطل عالم، لكن هتوصل بيه ان هو يبقى راجل حولته شخصية. الله ينور، حولته من شخصيه او من صفه الى صفه اخرى، ودي المدرب الناجح اللي يقدر يحول لاعب او طفل يحوله من طبيعه الى طبيعه ثانيه. طبيعه مثلا واحد كان بيخاف او بيخاف من الفايتنج او المواجهه، انت بعد وقت طويل ان شاء الله بعد فتره تقدر تخليه هو يواجه يلعب ماتشات ما يخافش، بعد وقت طويل تطلب منه ان هو يبقى ياخد بطوله زي ما انت صح. يعني يعني هتمشي معاك ستيب باي ستيب، هي بتاخد وقت طويل لكنها زرعه بالظبط انت بتزرعها. انا هنقل الكلام للكابتن مصطفى. كابتن مصطفى، تقريبا نفس المراحل اللي بيمر بها اللاعب او بيمر بها الطفل، تقريبا نفس المراحل اللي بيمر بيها الكون صح؟ برضه ولي امر جاب لك الطفل، وكذلك برضه نفس ليها صفات، ليها الكيك بوكس ليها صفات، ليها صفات. بس احنا في البدايه، يعني في البدايه اولا احنا اهم حاجه عندنا صحه الطفل نفسه، ان انا مش بلعبه رياضه في البدايه علشان يحصل على بطوله، لا انا عايزه يمارس الاول، وعايزه يحب اللعبه جدا. طب ايا كانت اللعبه دي ايه بقى، اذا كانت فايتنج، اذا كانت بوكسنج، اذا كانت كوره، اذا كانت سباحه، اذا كان، لا انا اهم حاجه عندي ان انا انمي عنده حته، وعند حته ولي الامر نفسه، ان يبقى فيه التعود على الرياضه، ان انا ابني ده يمارس رياضه، لازم يمارس، لازم، لان ده هو ده الهدف الصحي الاول بالنسبه لي. بعد كده بتيجي بتدرج بقى الاهداف الباقيه، بتبدا زي ما كابتن وليد قال، ان انا بشوف ان الطفل دوت ممكن يبقى بطل او لا، ممكن في عندك طفل رياضي بيمارس بس، لكن مش هيبقى هو امكانياته البدنيه مش هتاهله، او امكانياته العقليه مش هتاهله ان هو يوصل لبطوله معينه، لكن انت بتوصل معاه لمرحله ان هو يبقى فعلا رياضي، او يبقى ان انا ما انا عايز اوصل الجانب الصحي بتاعه. انا عايز اوصل لدي، حتى انا مستني الجمهور يشاركنا في الموضوع. ازاي اخلي انا او ابني يكون رياضي، ما بيمارسش الرياضه او ما بيلعبش رياضه، لا انا عايزه يمارس رياضه حتى ولو لشخصه. بس انا هنا هسالكم سؤال، انتوا الثلاثه بقى كل واحد يجاوب من وجهه نظره، امتى اخلي اللاعب يمارس الرياضه لشخصه، وامتى اخليه يمارس الرياضه ان اخده واخش ببطولات؟ تمام. بص، هي بتبدا ان انت اولا رايح تلعب رياضه، عمرك ما بتبقى وانت رايح عارف ان انا هبقى بطل عالم او بطل جمهوريه، بتبدا لشخصك. لا بس انا لو ولي امر حد ابني هاخده، انا نفسي يخش ياخد بطوله، ما دي بدايته ان هي مثلا لنفسه، لو انا رايح انا عايزه يلعب رياضه، انت مش مجرد مثلا ما توديه اول الشهر الجاي بقى بطل، لا بيحتاج تاهيل كبير جدا، فخلاص بيبدا يخش، بيبدا هو يشوف زمايله، يشوف الابطال اللي او زمايله اللي واخدين بطولات قبل منه، بيبدا خلاص يخش في المود بتاع ان انا بتمرن، مش راجل ان انا بروح التمرين ساعه وبمشي كحاجه بقضي وقتي، لا ليا هدف، ليا حاجه كبيره، وبيلازم يحتاج دعم كبير من اهله اسرته، يبقوا واقفين معاه في التمرين. انت قلت لي لا غير واقفين، انت قلت لي جمله الحلقه اللي فاتت، قلت لي انا بشوفه في التمرين ساعه او ساعتين، بقيه الوقت ما بشوفوش، فلازم يبقى في متابعه، ان كان من ولي الامر او ان كان من نفسه. تمام.
ده الدعم بقى اللي هو خلاص حتى لو انا واقف شايفه بيتمرن، حتى لو زمايله اقوى منه شويه او افضل منه شويه انا ما اقولوش انت وحش، لا لا انت ممتاز اللي انت وصلت له ده كويس، عايزك بقى تبقى بص شايف هناك عايزك تبقى افضل منه، واسال زميلك واسال الكوتش بتاعك لغايه ما يبدا هو المرحله اللي هو فيها دي تبدا تعلى معاه تعلى معاه لغايه ما خلاص الكابتن يبدا يقول لك ان دي بتاعت الكوتش مش بتاعته، يبدا يقول لك خلاص هو كده المرحله اللي وصل فيها دي يقدر ان هو يشارك في اي بطوله، بطوله بقى مثلا مع دي في محليه ايد المدرب ووجهه نظره ورؤيته اه من طبعا حيث اللاعب من شخصيته وادائه ومن حيث انت رؤيتك انت شايفه ينفع او اه طبعا يصلح او لا دي بتاعت الكوتش طبعا اه. طب من وجهه نظرك كابتن مصطفى نفس انا الكلام؟ من وجهه نظري لا، انا بختلف في حته يعني في حته جوهريه، في حته ان الاطفال اللي بيدفع فيهم في بطولات وهم صغيرين جدا، يعني مثلا 7 سنين وثمان سنين ده بالنسبه للكيك بوكسينج ولا مش للكيك بالنسبه بوكسينج، للرياضه عامه؟ لا للرياضات عامه بشكل عام يعني تمام، مثلا وبالذات لا لو الرياضات عندي طفل مثلا بالذات في الرياضات 10 سنين نزلية. التنافسيه يعني لو انا عندي طفل مثلا في 10 سنين وبيلعب بكاراتيه او حاجه ودخل خد حزام او خد لا بطوله انا حزام ده، شايفه لا حزام ده، حزام ده ما هو الا تاهيل يعني، او يعني ده بيدل على مستواه وصل لحد فين، لكن انا مثلا حته ان انا برمي في طفل مثلا في بطولات في سن متقدم جدا تمام، الطفل ده بيتحرق بدري بدري، يعني مثلا بيجي على مثلا سن 15 سنه 16 سنه تمام، الطفل خلص بيبطل، هو خلص بيبطل اساسا، هو خلص خلاص وصل ان هو بقى بطل جمهوريه من زمان تمام، من هو صغير تمام، بطل بدري فبطل بدري ما عندوش ده طموح عايز بيبطل رياضه يوصل لها. خالص يعني في اطفال من وجهه نظري ان اللاعب الطفل اللي بيجي هو ما عندهوش، الطفل مش فاهم حاجه، بابا هو جايبه او مامته جايباه عشان هي شايفه ان هو عايز مثلا تخليه يدافع عن نفسه او يبقى عنده الحته اللي هي الشخصيه القويه القياديه او الكلام دوت. فعامه الطفل في السن الصغير هو مش بيلعب عشان بطوله، هو بيلعب عشان مبدا اسمه مبدا الرياضي اولا مش المكسب، اه الرياضي اولا، وهو مبدا في علم التدريب الرياضي، علم المبدا اسمه الرياضي اولا، اللي هو اللي احنا بتعلمه انه ازاي يواجه، ازاي يتعلم ان هو ينجح، ينجح على مستوى ايه، ان هو يعمل حركه جديده، ان هو يتعلم حركه دي حضرتك هتسقف له تقول له برافو انت كده عملت حاجه كويسه، فانت كده بدات تدي له المبدا الرياضي. هو مفيش مكسب هنا، هو المكسب هو التعلم في السن الصغير، المكسب هو التعلم انه بدا يتعلم حاجه جديده، وانت كمدرب بتساعده بتنمي عنده حته اسمها الدافعيه او الموتيفيشن، انت بتقول له برافو انا عايزك تبقى بطل، كلمه على طول بتحط عنده ايه، بتزرع فيه الحته دي اللي انت عايزك تبقى بطل، عايزك تبقى مقاتل، عايزك تبقى شاطر، هتبقى بطل جمهوريه، تبدا تديله الاهداف بترصها له كده لما يكبر يبقى عنده حلم، بتزرع فيه طموح. الله ينور، بتزرع فيه الطموح لانه ده عامل شبه الارض اللي لسه بور او لسه ما اتزرعتش. احنا سخنا الحوار قوي بس انا كنت عايز اوصل لنقطه يعني في الحوار ده، ثلاث العاب مختلفين كمال اجسام كيك بوكسينج كاراتيه كونغ فو. طيب ايه المشترك ما بينكم؟ ما انا ممكن اخد حاجه مشتركه كده ثلاث العاب بيعملوها او اربع العاب بيعملوها خمس العاب بيعملوها وانا ممكن امارسها او اروح امارسها بشكل بس بقى اسم رياضي ومش متوجه في لعبه معينه او مش رايح في لعبه معينه، ايه المشترك ما بينكم؟ يعني اولا اغلبيه الاحماءات كلها بتبقى مشتركه في الكلام ده كله في كل الرياضيات اه دي 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 يعني في الاغلب، مش مثلا هقوله في كله بالظبط، في الاغلب غير كده ان هقول لحضرتك على حاجه، الجيم او كمال الاجسام هي في لعبه ناس بتخليها مقتصره للاعب كمال الاجسام بس او اللي هو البطل بتاع كمال الاجسام بس، ده غلط. المفروض ان انت مهما كنت هي اسمها لعبه كمال اجسام، انا بعمل بناء عضلي، انت لعبتك شخصيه لنفسي، انا بقى عايز اطور من نفسي وابقى بطل، دي ده شيء كويس، انما اولا انا بستفيد منها مثلا لنفسي للبادي شيب بتاعي. فالممكن يكون مشترك مثلا ما بيننا ان اه ممكن الكابتن وليد مثلا مدرب كونغ فو، انا مدرب ومحترف وفي مجالي كويس جدا، بس انا عايز النهارده لازم اروح الجيم، عايز اظبط البادي شيب بتاعي واعمل كده مع اولادي اللي هم اللي انا بمرنهم، كذلك كابتن مصطفى، كذلك حد مثلا لو بيلعب سباحه، دي اللي هي الرياضه المشتركه بالنسبه لي، ان اصاله الجيم مش حاجه بس، كلها مشتركه ما بينكم. هو عامه علم التدريب الرياضي واحد على كل الالعاب الرياضيه، بمعنى ان في اعداد بدني عام، اعداد بدني خاص، الخاص بيختلف من 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 لعبه للعبه. اخد الكام اتصال دولك ونكمل لان السؤال ده مهم برضه بالنسبه لي. اتفضل وليد، مساء الفل. خير عليكم جميعا. مساء الفل يا وليد. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يسلمك حبيبي، عامل ايه؟ ازيك صحتك، ايه الاخبار؟ بتلعب رياضه ولا لا يا وليد؟ انا مستعد العب رياضه بعد كلام الكابتن محمد شهاب. كلامه طبعا منور الاول يا استاذ محمد، منور الشاشه كلها ومنور مجال الرياضه ومنور الدنيا كلها.
محمد انا ولا كابتن محمد شهاب؟ لا كابتن محمد شهاب يا باشا. طيب الله يخليك. حبيبي دكتور وليد. حبيبي دكتور وليد والله. ايه الاخبار الاول؟ عامل ايه؟ ازي صحتك؟ تمام بخير الحمد لله يا دكتور. مجال الرياضه كله وبالاخص كمال الاجسام او الفتنس بشكل عام او الكيك بوكسنج او الحاجات دي كلها بشكل عام، الرياضات اللي انت متخصص فيها بتتشرف بوجود كابتن زيك عنده روح رياضيه بجد وعنده القدره ان هو يوصل المعلومه لاي لاعب بشكل رياضي وبشكل ان انت كانك بتتكلم كانك دكتور، يعني مش كانك مجرد مثلا ايه. طب يا دكتور وليد بس عشان انت توهت من سؤالك يا كابتن وليد، بتلعب إيه رياضه ولا ما بتلعبش؟ انا كنت بلعب. كنت بتلعب؟ كنت بتلعب. طب بص يا كابتن وليد، انا بسببك هفعل هاشتاج اسمه عاش. تمام. عايزك بقى تتابعنا، العب رياضه. تمام. الاسبوع ده ابعت لي فيديوهات على الصفحه اللي انزلها، نزل لي صفحه الوكاله او الصفحه الشخصيه بتاعتي يا شباب على استرابا. تمام. واللي ابعت لي فيديوهات عليها فعلا الاسبوع ده لعبها هذاعها الحلقه الجايه وهحط تحتها هاشتاج عاش. حطوا لي هاشتاج عاش يا شباب. هاشتاج عاش. توعدني؟ اوعدك ان شاء الله باذن الله. هو ان شاء الله وعدني ان هو برضه هيرجع يتمرن. هو وعدني، انا بقولها قدام الناس، انت وعدتني انت ان شاء الله هترجع تتمرن. الرياضه؟ ان شاء الله. الاخلاق الرياضيه. هي الرياضة على فكرة فيها حاجات كتير جدا مش هطول عليكم، بس فعلا مثال الاخلاق الرياضية. حبيبي ربنا. مساء الفل عليك كابتن وليد. طيب ده مساء الفل عليك. انا بقول هنا من البرنامج اهو، اللي بيتابعنا وبيشوفنا ما بيمارس رياضة او بيمارس رياضة يوريني الرياضة اللي بيمارسها ايه، يبعت لي فيديو صغير حتى ولو 20 ثانية او 25 ثانية للرياضة اللي بيعملها، يبعتها لي على هاشتاج عاش، حط لي رقم تليفون حتى واتساب او صفحة فيسبوك ويبعتها لي هعرضها له وهقول له عاش الحلقه الجايه. معانا مين تاني يا شباب؟ احمد مساء الفل. مساء الفل عليك يا كوتش. مساء الفل عليك يا حمام. لا وطي لي التلفزيون خالص كده واسمعني من التليفون. تمام يا كوتش. معاك يا غالي. كنت عايز اسلم على كوتش وليد ضحي. اتفضل يا غالي. معاك كابتن وليد. اهلا بيك كابتنك. استنى بس، هو كابتنك ولا لا؟ كابتنك ولا لا؟ كابتني طبعا، كابتني وحبيبي واقدره وعلى دماغي من فوق. طب قول لي بس، بيعرف يدرب ولا ايه الدنيا؟ بس كده قول لي. انا خطاب يا كوتش. خطاب حبيبي. خطاب حبيبي وحشني والله يا كوتش. الله يخليك حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. منور الدنيا حبيبي يا كوتش. حبيبي منور الشاشه يا كوتش والله. الله يخليك. خطاب عندك اي سؤال يا حمام؟ لا انا كنت هسلم على كابتن وليد. حبيبي يا حمام. مساء الفل عليك حبيبي. خطاب مساء الفل عليك. ايه رايكم في هاشتاج عاش؟ جميلة. فكرة ممتازة جدا طبعا. اللي هيصور فيديو وبيلعب رياضة هيبعته لي هذيعه الحلقة الجاية. نكمل. كنا بنقول العامل المشترك ما بين الرياضة. العامل المشترك هو عامة في التدريب، علم التدريب الرياضي طبعا في كل الألعاب الرياضية اللي بتمارس لازم تمارس بعلم اللي هو الإعداد البدني. كل حاجة لها علم. فالإعداد البدني العام بيبقى لجميع الألعاب متهيألي واحد. احنا الألعاب القتالية بتاعتنا في السن الكبير، في السن مش في الاطفال، في السن الكبير شويه لا غنى عن الجيم، لا غنى. يعني الجيم ده حاجه اساسيه لنجاح الرياضي اللي هو بيمارس على بطوله او بيلعب بطولات في سن الشباب الجونيور اللي هو سن ما بعد البلوغ. عشان كده بقول لحضرتك ان الرياضه تحس ان هي مرتبطه ببعضها. الكيك بوكسنج زي الكونغ فو زي كل الالعاب القتاليه او النزاليه بيبقى داخل فيها العامل البدني اللي هو التقويات، الفيتنس، الجيم. دلوقتي حاجات كتيره طالعه يعني مستحدثه بتعلي عندنا التحمل، بتعلي عندي القوه، بتعلي عندي السرعه. انت وديتني الحته بقى. استنى مهم. انا دخلت من فتره كده، دخلت صاله العاب رياضيه او ايا كان المسمى. دخلت جوه ما لقيتش حديد ولا اجهزه ولا الكلام ده. صح صحيح. لقيت شواكيش و هو ده هو ده وعجل بتاع هو بقى الشغل الجديد ده، الشغل بقى الكابتن وحبال. خدت كده صاله وحبال. ده الشغل. طب في شغل دي تبع التصنيف كابتن يعني. نعم. كابتن مصطفى اصلا متخصص في الموضوع دوت. كابتن مصطفى. واحنا انا عن نفسي التدريب الوظيفي دوت او اللي هو التدريب بوسائل التدريب مختلفه عن صاله الجيم نفسها، اللي هو بتولد حاجات جديده خالص، اللي هو بتولد قوه ممزوجه بالسرعه ممزوجه بالرشاقه، ان انا بخلق حاجات جديده خالص. تمام. زي مثلا زي شغل الكروس فيت مثلا. تمام تمام. كروس فيت انتشر، هو رياضه بحد ذاته، يعني هي رياضه. المفروض ان انت تتمرن، مش بتتمرن كروس فيت كبديل للحديد او كده، لا دي رياضه تنافسيه مفروض فيها حاجات
فيها بطولات. فيها بطولات طبعا. بطولات يعني انت بتجمع نقط ما بين حاجات مشتركه، اذا كانت في المرونه، في الليفتنج، في الجيمناستيك، تمام. كل ده انت بتجمع فيه نقط وبتبتدي في الاخر بتتدون لك النقط ديت، تمام. هل ده مفيد للعبة الالعاب القتاليه؟ هو مفيد جدا. هل ده مفيد للعيبه؟ طيب الفرق ما بينها، عشان اوصل انا كده اخش في مناظره ما بينكم، الفرق ما بينها وما بين الجيم الحديد ايه؟ لا دي لعبه بعيده عن لعبه الجيم، لعبه بناء عضلي. طب مش دي بتدي قوه ودي بتدي قوه؟ تمام تمام، بس هي هدفها كله في الاخر انا بناء عضلي. انا النهارده بعدل من جسمي، انا مثلا وزني زياده عايز اخس، وطب انا رفيع عايز ازيد. انت بالتالي مع التمرين، هو بص يا استاذ محمد، هو التمرين يعني التمرين يعني اكل سليم، مواعيد نوم مظبوطه، يعني انت لما بتهتم بجسمك في الكلام ده كله طبيعي ان انت الباور بتاعك بيزيد، طبيعي ان انت بتبقى انسان سليم كصحه الكلام ده كله. انما مش لعبه زي الكابتن مصطفى ما بيقول ان انا لا بوظف نفسي مثلا عن طريق كذا، لا الكمال الاجسام هي لعبه، حتى البطولات بتاعتها هي كده بيبقى خلاص. البطولات ان الفريق هو ايه التارجت اللي انت عايز توصل على كده؟ لا انت عايز توصل للحجم العضلي دوت، مش هتوصل له غير بصاله جيم طبعا. صاله جيم طبعا. طب انت عندك ما بيبقاش في اجسام؟ لا مش هيوصل للمرحله ديت. مش هيوصل، انت عايز تدريب متخصص، ولكن بيبقى فيه قوه، بيبقى فيه قوه، بيبقى فيه الشكل العضلي، الشكل العضلي برده كان يبقى موجود ومتواجد جدا. نروح لكونج فو. اللاعب بتاعك بيختار ايه من الاثنين؟ انا ولا بتحتاج الاثنين معاك؟ انا بحتاج الاثنين. انا الشغل الحديث دوت فرق معايا كابتن مصطفى، كنا شغالين مع بعض واشتغلنا على الفرقه بتاعتي برده حبه كروس فيت ساعات، ففعلا فرقت معايا جامد في اللعيبه في البطولات. العيال عندهم تحمل نفس. اللعبه بتاعتنا النزاليه، احنا الجوله بتقعد دقيقتين دول انت بتبذل فيهم اقصى جهد في الزمن دوت، اقصى جهد تقدر تبذله عشان تنجح، عشان يعني محتاج من عنده التحمل بطريقه، محتاج من عنده القوه. القوه برضو القوه عنده، والقوه موجوده ولا القوه عنده عندك؟ لا القوه عنده والتحمل عنده، حسب قوه التحمل عنده، حسب نوعيه التدريب اللي هو التدريب هو اللي بيفرق نوع التدريب. لكن هنا عند كابتن مصطفى، انا كراجل بتاع العاب قتاليه محتاج ان انا يكون عندي تحمل دوري تنفسي، محتاج ان يكون عندي سرعه، محتاج يعني ممكن لاعب الجيم أنا ممكن ما يحتاجش السرعه، أوصل ما عندوش الرشاقه اللي هي عندوش الرشاقه ولا المرونه. وانا هوصل لحته انت الحديد او الجيم ما فيهوش صدام او ما فيهوش مواجهه؟ لا مفيش مواجهه، مفيش فايت خالص. لا لا كمان الاجسام مش العاب نزاليه، مش انتوا اللعبتين فيها لعبه نزاليه، لعبه نزاليه. انت فيها الاثنين، خلي بالك فيها عرض وفيها عندي. لا العرض بتاعنا ملوش دعوه بالجيم خالص. العرض اللي هو الاساليب عندنا، اللعبه بتاعتنا بتنقسم لسانده واساليب. السانده اللي هي الالتحاب اللي هو المواجهه او المواجهه الفايتنج يعني، والاساليب هي العروض. العروض بتبقى لاعب الاساليب بيعتمد على الرشاقه والمرونه بصوره جامده جدا وليس القوه. يعني جسمه بيعمل زي الاستيك كده. انوه بقى تاني مشاهدينا اللي بيمارس رياضه او ممارس رياضه وعايز يمارس رياضه، هيبعت لي على الصفحه اللي موجوده جو ميديا برودكشن على هاشتاج عاش الفيديوهات اللي هيعملها او الصور اللي هيصورها. اتمنى يكون فيديو 20 او 25 ثانيه، هنزله له الحلقه الجايه تحت هاشتاج عاش، وحط له هاشتاج عاش فوق يا جدعان لو ينفع. طيب نخش في حته ثانيه. دخلت اكتر من نادي العاب رياضيه. انا هفصل بس عشان الحته دي مهمه بالنسبه لي، وجالي اكتر من سؤال فيها. فبشوف علب اسال ايه ده، يقول لي بروتين. اسال ايه ده، يقول لي ما اعرفش ايه كرياتين. اسال ايه ده، يقول لي مكمل غذائي. اسال ايه ده. طب الحاجات دي انا شفتها في كل الاماكن بقى، انا دخلت اكتر من مكان مختلف. المكان ده فيه اجهزه مختلفه عن ده، واللي ما فيهوش اجهزه، واللي بيلعب هنا العاب فرديه ولا بيلعب هنا. طيب وانا عندي خلفيه او بسمع الله اعلم بجد او مش بجد، نعرف بقى. بس بعد كده طبعا عرفت ايه الصح وايه الغلط، بس عشان في كتير كان زي ما اعرفش اسمع ان البروتين او المكملات او الهرمونات والحاجات دي كلها غلط. ايه الغلط فيها وايه الصح فيها؟ انا لما دخلت عرفت. فهل انتوا الثلاثه برضو بتستخدموا نفس الحاجات دي في المكملات الغذائيه في التدريبات؟ على حسب. انا اخد واحد واحد. انا بقول لك انتوا الثلاثه بتستخدموها اكيد اكيد اكيد. المكملات الغذائيه حاجه مهمه جدا في السن يعني اللي احنا برضو كنا بنتكلم قبل القعده كده، كنا بنتكلم على السن الصغير والاطفال والكلام ده.
المكملات الغذائيه بتستخدموها؟ لا ما انا لسه كنت بكلم بقول لحضرتك اهوت الحاجات دي لعبتك؟ اكيد الابطال اللي عندنا سن المفيد والمضر فيها سن الممارسه سن كابتن الممارسه كابتن شهاب تمام اهو ايه الفرق الاول ما بين الهرمونات والمكملات؟ الهرمونات الاسترويد عموما ده انت بتدخل في جسمك هرمونات تانية، هرمونات زي مثلا زي هرمونات الذكوره والكلام ده كله عشان خاطر يعني ابدا احول الشكل العضلي بتاعي لعضله ضخمه من بني ادم عنده مثلا ماسلز بسيط لبيج ماسلز بقى خلاص اللي هو شبه كده الابطال اللي انت بتشوفهم مثلا بره. تمام الهرمونات دي ليها شكل معين مثلا هل كبسول هل حقن هل هي بتبقى فايلات وكده بس دي يعني ما فيش حد بيستخدمها الا لاعب كمال الاجسام المحترف تحت ارشاد طبيب تحت شطة. انما بعيدا عن يعني التلات مجالات بتوعنا واحنا قاعدين انما المكمل الغذائي لا طبعا اي حد لازم يستخدمه الا في نقطه اللي الكابتن وليد عايز يقول لحضرتك عليها ان السن الصغير السن اللي تحت مثلا 15 و14 سنه لا انا ما ينفعش النهارده ادخله مثلا سبلمنتس ان هو ياخد انما ممكن لا انا ازود له اكله انما المكمل لا كويس فما فيهوش اي مشكله المكملات الغذائيه لا كويسه جدا اذا كانت مثلا بروتينات احماض امينيه احماض امينيه متشعبه اذا كان مثلا جلوتامين كل الحاجات دي اي انسان رياضي لازم ياخدها لازم ياخدها اي انسان رياضي مهما كانت الرياضه بتاعتك ايه هي اسمها مكمل غذائي المكملات دي في منها ضار في منها نافع ولا كلها نافعه ولا بص محمد اي حاجه هتاخدها من غير وعي من غير علم من غير ارشاد بقت ضاره اي حاجه الحاجات دي ليها سيرفنج معين ليها استخدام معين في انواع مثلا بروتينات دي بتبقى مثلا سريعه الامتصاص بروتينات بطيئه الامتصاص في مثلا سيرفنج انت لازم تاخده بالنسبه لوزنك انت دلوقتي طبعا عندك دهون ما ينفعش تجيب نوع بروتين فيه نسبه فات عاليه هتعلي معاك البروتين طب انت جسمك ناقصه احماض امينيه اكلك ما فيهوش ياما احماض امينيه لازم اجيب لك حاجه طب انت محتاج مثلا جلوتامين هيعمل لك عمليه ريكفري للعضله طب انت بشغلك كل ده برضه المدرب هو اللي بيقوله انما المكمل لوحده كمثلا علب زي ما حضرتك بتقول موجوده لا دي مش ضاره دي ما فيهاش اي ضرر على اي رياضي حتى لو ما بيلعبش رياضه مش ضاره ولا لازم يكون بيلعب رياضه هقول لحضرتك اللي بيلعب رياضه بيحتاج اكل ونسب في القيم الغذائيه اعلى من الانسان الطبيعي ان هو عنده حرق عالي بيعمل عضل بشكل غير البني ادم الطبيعي فلازم بيحتاجها اكتر من الانسان الطبيعي بس انما هي مش مضره طب انا لو ما بلعبش رياضه ممكن استخدمها عادي ممكن طب انت حضرتك ممكن تروح للدكتور انت ابنك يقول لك بيديني حاجات من الصيدليه يعني برشام ما عايز اقول لحضرتك الحاجات دي برضو تتباع في الصيدليه الحاجات دي في الدعوه طبعا بس هي النوادي عشان النوادي بتجيب كميات لان كل اللي جوه بيستخدمها فمش بيجيب علبه زي ما حضرتك بتشوف بتقول انت ببقى الاقي مثلا 10 علب 5 علب ياما عشان الناس بتستخدمها ياما طيب بس خد الاتصال ده احمد مساء الفل احمد احمد ايوه استاذي السلام عليكم مساء الفل عليك مساء الخير انا والد محمد احمد سعيد وبمسي على الكباتن كلها الموجوده وبالاخص الكابتن وليد ضاحي وبشكره على النعمه اللي هو عطاها لنا ان هو بصراحه يعني اسس لي محمد ابني ووقفه على رجليه بعد ما كانش يعرف اي حاجه في اي حاجه في الرياضه وقفوا لي على رجلي وانا بشكره وبن بفضل ليه ربنا على كل مجهوده معانا مع اولياء الجمهور كلهم ربنا يبارك لك متشكر ليك جدا يا استاذ احمد وربنا خليك. عندك اي سؤال شكرا ومساء الفل عليكم استاذ احمد الله يخليك طيب هنقل نفس الاسئله بتستخدموا بعض المكملات يا كابتن احنا طبيعي ان انت بيجي لك في ناس عندها قصور في حاجات معينه مثلا او في التمرين بتلاقيه دايخ بتلاقيه فانا لما بنصحه مثلا المالتي فيتامينز او الاوميجا 3 او كده فانا كده ده طبيعي ده كده سبلمنت برضه يعني بس دي تحت بند ايه بروتينات ولا تحت مكملات كده مش بروتين ولا تحت ايه عشان ما بص يا محمد مكمل غذائي المكمل ده جواه حاجات كتير يحتوي على في فيتامين زي الكابتن مقال في بروتينات بس يعني انت مثلا عضلتك ممكن تكون محتاجه بروتين وحاجات بروتين وفيتامينز بروتين واحماض امينيه يبقى نرجع نقول على حسب الاحتياج ايوه طبعا على حسب انت محتاج ايه طبعا نفس الموضوع عندك الفكره كلها زي ما قلت لحضرتك على حسب المنافسه لو انا راجل هنافس على بطوله هلعب بطولات وبعمل مجهود عالي جدا لازم المجهود دوت يقابله غذاء كويس لان النيوتريشن او التغذيه اهم عنصر لعامل البناء الجسم البني ادم يعني فعشان الغذاء ما بيكملش افهم كده لو انا بلعب رياضه
وجسمي ما بياخدش المكملات الغذائيه بشكل كافي، ان كانت من اكل او ان كانت من اكل او ان كانت من مكملات باخدها بشكل طبي او بشكل نصيحه، الكيرف هينزل. طب هو لو ما بلعبش رياضه وباخدها بدون استشاره او بدون شيء كويس، غلط جدا. ممكن تبقى غلط صح كده. يبقى انا لو بلعب رياضه ما اخدهاش الا باستشاره، مش شرط طبيب، ولكن يكون حد مختص في الموضوع. ولو ما بلعبش رياضه لو هاخدها اخدها بنصيحه طبيب، بحيث اشوف الكميات اللي محتاجها اللي جسمك محتاجها بالظبط بنسب معينه. خلي بالك السؤال ده مهم جدا، مهم جدا على فكره. وفي ناس للاسف بتتاجر بيه، للاسف في مدربين، يعني احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل في الناس، في ناس بيبقى تجاره بالنسبه لهم تجارة. اي حد بيخش له يقول له خد كذا واعمل كذا، ويعمل لك هعمل لك برنامج واعمل لك مش عارف ايه واعمل لك ايه، وكورس خد كورس ده اعمله لك كورس ب 10,000 جنيه كورس مش عارف ايه. وللاسف بيبقى في ضحايا للانظمه دي للاسف، لان مفيش مانج، مفيش اداره، حد بيدير المنظومه. طيب. الرياضيه يعني في الحته دي بالذات انت محتاج ثلاث حاجات. انت محتاج محتاج الرياضه نفسها اللي انت بتمارسها، محتاج التغذيه السليمه، محتاج الراحه. انت لو وفرت رياضة. ما هو الكلام ده قاله لي الكابتن شاب الحلقه اللي فاتت، قال لي الـ عشان تبقى رياضي محتاج تتدرب، محتاج تاكل، محتاج تنام. صح كده. ثلاث حاجات دول اهم ثلاث حاجات عشان اكون رياضي طبعا. طيب اروح بقى ايه في تخصص كل واحد شويه. يعني انا اعرف ان الجيم دايما او الحديد اشهر جمله فيه انا جاي عايز اخس مثلا، صح كده مثلا ممكن طب دي بتبقى اكتر حاجه في الجيم مثلا، او بيجي لك كميات كتيره او افراد كتيره عايز اخس، تعمل له كورس تخسيس او حاجه زي كده؟ بص والله حضرتك هو مش المنتشر ان مثلا بيجي حد تخين عايز يخس او كده، لا عادي يعني، ممكن مش شرط يعني. بس هو كل واحد بيبقى ليه جدول تمرين، كل واحد ليه نظام غذائي، لازم انت تهيئ له كل حاجه، ولازم تبقى متابع معاه عشان تعرف توصله لهدفه. طب يعني جد دلوقتي قلت لك انا عايز اخس، هل انا عايز اخس ولا لا؟ عندي هاجس انا اللي انت مش عايز تخس لا انت محتاج كده ان طيب ماشي كدا. طب كويس، سؤال انا 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 عايز جسمي يبقى مظبوط، محتاج ايه؟ انت مثلا بتتمرن جيم، تمام؟ بتمرن جيم، يبقى انت لازم تظبط اول حاجه، تعرف المواعيد بتاعت نومك امتى، لازم تحاول تنام يعني المواعيد اللي احنا صارمين فيه ده غلط. انت المفروض بالليل انت لازم تحاول تاخد اكبر قدر من النوم، عشان هرمون الجي اتش يبقى الغده تفرزه في جسمك، عشان ده اصلا هرمون نمو، تمام؟ تاني حاجه انت بتبدا تزود مثلا، بالنسبه لك انت لازم تزود مثلا بروتين كتير، يعني هتلاقي مثلا محتاج يوميا حوالي 100-110 جرام بروتين، لازم تلمهم بقدر الامكان من الاكل، تمام؟ وتعلي برضو نسبه الكرب بتاعتك، واهم من كل ده الكوتش اللي هيمرنك ليك انت طبعا والله طلعت محتاج اهم من كل ده الكوتش اللي بيمرنك يعرف يمرنك، لان التمرين ذات نفسه فيه اساليب. في تمرين ممكن مثلا انت تجيلي تاكل الاكل ده كله وتاكل مكملات غذائيه، واسلوب التمرين انا اعمل لك حاجه اسمها انا اشفك، ما اعملكش ضخامه عضليه، باسلوب التمرين بنفس الماشينز اللي موجوده هي ما فيهاش اختلاف. فدي برضو بترجع للكوتش، لازم يكون هو عارف انت محتاج ايه وتوصله انت محتاج ايه، ويبدا يساعدك في ان انت توصل لده، بس يساعدك مش هو اللي هيعمل، يعني لازم انت اللي تاكل وانت اللي تتمرن وانت اللي تحافظ على كده. معانا اتصال. مساء الفل. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. لو سمحت مساء النور منورين والله كابتن مصطفى. كابتن مصطفى معاك. اهلا وسهلا. وكابتن محمد. معاكي. الاسم ايه بس؟ ام بيجاد. ام ايه؟ ام جهاد. بيجاد. ام بيجاد معانا. تمام. ام بيجاد تبقى زوجة الكابتن مصطفى. انا ما رضيتش اقول له في الاول في المكالمه، بس هخليه يكمل المكالمه بقى. تمام. ازيك يا عامله ايه؟ منور الدنيا ام بيجاد، بجد منور الدنيا، وربنا يخليك يا رب. وكابتن وليد برده منور الدنيا، ربنا يبارك فيك، ودايما يا رب في تقدم وفي نجاح دائما يا رب. الله يحفظك ام بيجاد، ربنا يخليك. بتلعب رياضه ولا لا؟ بتلعب رياضه عشان تروح بقى. بتلعب كوره علينا. بتلعب رياضه ولا هتقول الاسبوع الجاي عايش؟ لا بتلعب رياضه. بتلعب رياضه ولا لا من الاخر؟ والله بلعب برايفت يعني. تمام. برايفت. تمام. مساء الفل عليك يا ام بياد، واحلى تحيه لاهل اسكندريه كله. الله يخليك، منورين الدنيا. الله يخليك. طيب ربنا يخليها لك ويحفظها لك. الله يخليك.
اروح نفس السؤال. طب هنا عرفنا عايز اتخن وعايز اخس، عايز اعمل جسم، عايز اعمل ايه؟ اللي بيجي لك عندك في الكيك بوكسنج، هل هو عنده بيقول لك انا عايز مثلا العب رياضه دفاع عن النفس او العب حسب؟ برضو احنا بنرجع هنا برضو نفس الفكره، هو متطلباته ايه؟ هل هو عايز، انت في حد اساسا بيجي لك مثلا كبير في السن وهو نفسه كان من هو صغير ان هو يلعب رياضه قتاليه عايز يضرب اي حد؟ لا هو لا هو فعلا يعني هو نفسه يلعب رياضه قتاليه، وفي اهل على فكره ما كانوش بيرضوا مثلا بان هو ابنهم يلعب رياضه قتاليه. هوصل لده لحد ما هو مثلا وصل لمرحله ان هو خلاص جيب نفسه. ساعات بتاخد منه نتائج هايله مع سن متقدم، يعني مثلا شاب جاي لك عنده 22 23 سنه عمره ما لعب اي رياضه قتاليه قبل كده، تمام، في خلال سنه ونص بقى بطل وبقى حاجه يعني اسم كبير جدا، بينزل بطولات. تمام، بينزل بطولات وبيكسب. ناس بتاخد ميداليات اولمبيه او ميداليات دوليه وبطولات سنهم كبير او اتعرفوا على السن الكبير. اتعرفوا على السن الكبير، فده في حد ذاته يعني في حد ذاته مش عائق ان انا يبقى سني كبير وابدا. لا ده مش عائق، ده حاجه ممكن تكون حاجه ايجابيه كمان، لان بيبقى عقليا اساسا بيستقبل منك اعلى كمان قوي يعني. لا 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 يعني فعلا طول ما هو الموهبه نفسها، الموهبه الافضل بقى الطفل يبدا من سن كام؟ السؤال للثلاث العاب، من سن كام ويبدا يخش بطولات ودورات من الساعه كام؟ بس اخد الاتصال ده. اتفضل. مساء الفل. مساء الفل عليك يا استاذ محمد. مساء الفل عليك يا حاج سيد وعاش. حبيبي يا استاذ محمد، واولادي كلهم مشرفتني، محمد شهاب وكابتن مصطفى وكابتن وليد، وانت مشرفني والله. احفظك حبيبي احجيج. والله انا سعيد جدا، لسه جاي انا من بره وسعيد. الحمد لله على السلامه يا احجيج، وحشني كتير. الله يسلمك حماده. احنا عاملين هاشتاج احجيج جسمه عاش. هيديكوا بقى الفيديوهات القديمه بتاعتي. انا دلوقتي مكسر برقبه وحاجات. ماشي، ابعتها لي يا حجيج مش مشكله. حماده الشباب بقى اللي عندك، وليد بقى ومصطفى بقى، هم ومع الشباب يظبطوا تاني الراجل العجوز. ربنا يخليك يا حاج. حجيج انت مش عجوز يا حجيج، انت الشباب كله اساسا يا حاج. حبيبي والله. الله يخليك يا حجيج. كل عليكم ومنورين الشاشه وترجعوا لنا بالسلامه. الله يخليك يا حجيج ومساء الفل عليك وعاش يا حجيج. عاش يا حبيبي. الله يخليك يا حجيج. احلى تحيه والدي والفضل كله ليك يا حاج سيد. نرجع السن المناسب للطفل. انا عندي طفل، امتى يبدا يخش تمرين، او انا كولي امر اجيبه في سن كام ويبدا يخش يتدرب، وامتى اخليه يشارك في بطولات عشان ما استعجلوش، دخلوا لي بطوله انا عايزه يبدا يشارك، سن كام عندك بالنسبه لرياضه كمال اجسام؟ 12 سنه. مش قبل 12 سنه نهائي. طب من طب انا عايزه وهو صغير يحب الرياضه، اعمل ايه؟ اي رياضه ممكن مثلا يلعبها، مثلا زي رياضه فايتنج، كيك بوكسنج بقى مثلا، كوفو، انزل سباحه. طب انا عايز ينزل عندك مثلا، مش ممكن يجري على مشايه، مش ممكن، معرفش ما ده كده انا مش داخل في صميم كمال الاجسام. انا بتكلم يحب حتى المكان ممكن يمارس فيه. بص، ما صاله الجيم بيبقى لازم طبعا فيها تريد ميل وفيها حاجات كتير ممكن يجي، بس انت كده مش بتتمرن كمال اجسام. يعني انت تحت ال 12 سنه هيبقى صعب ان انت تتمرن كمال اجسام. ممكن تيجي تتمرن اي حاجه زي ما حضرتك بتقول بالمعنى الحرفي، هتبقى موجود معاه في المكان بس، انما بس ان انت ممكن ممارس شايف كل بلعب حاجه بسيطه خفيفه. تمام. بس ما يبداش يشيل حديد قبل. لا 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 لا، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. اولا منعا لحدوث اصابات. لو طفل، انت بتشوف اطفال مثلا عندها 8 سنين و10 سنين جسمها تخين ومليان وعايز يظبط. بص برضو الحته الذهنيه وما زال طفل، يعني ممكن يخطئ خطا. هقول لحضرتك ان اصلك دي حاجه انا شخصيا انا عملتها. انا كنت بتمرن من وانا عندي 12 سنه، لان حاولت قبل كده وده كان صعب، وفي خلال 3 سنين كنت بطل جمهوريه وانا عندي 15 سنه. تمام، نزلت اسكندريه وبعد كده الجمهوريه تحت كده صعب. هيتدرب 12 سنه، يبدا يخش بطولات بعد سن كام؟ افضل سن مثالي ليه؟ لا يعني ممكن بعدها بسنه سنتين ثلاثه. يعني اول بطوله جمهوريه في مصر دي بتبقى اول حاجه عن تحت سن ال 15 سنه. تحت سن 15 سنه. اسكندريه وجمهوريه يبدا يخش. يبقى كمال الاجسام يبدا تمرين 12 واول يبدأ بطوله ممكن تقابله 15 سنه. 15 سنه. تمام. طب اخد اتصال ابراهيم. مساء الفل. الله يسلمك. الله يخليك. انا احب امس على حضرتك وعلى الكباتن الموجودين. تسلم يا غالي. واحب امس على كابتن وليد ضاحي، الكابتن اللي بيجيد فعلا فن التعامل مع الاطفال. الله
يخليك. انا ابو مايكل. ازيك يا ابو مايكل؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك؟ الله يخليك حبيبي. انا شفت بحضرتك ازاي تتعامل مع الاطفال، بتطلع من جواهم القوه اللي جواهم، بتعرف تتعامل وازاي بتطلع من جواهم الحاجات اللي ما بيعرفوش يطلعوها. فانا بشكر حضرتك وبنتمنى دايما ليك من توفيق لتوفيق يا كابتن. الله يخليك، ربنا يخليك ابو مايكل. احلى تحيه عليك يا استاذ ابراهيم. استاذ محمد مساء الفل. محمد مساء النور. مساء الفل عليك. تحياتي لاهل الاستوديو اللي موجودين معانا. الله يخليك. معاك. والكباتن تحياتي ليهم كل واحد باسمه. اهلا بيك، كلهم بيحيوك. الله يخليك، انا داخل بس عشان امس عليهم. احلى تحيه عليك يا حمام. انت بتلعب رياضه ولا لا يا حمام؟ انا سني 27 سنه ويعني اهي كنت بلعب وانا صغير بس بطلت، جسمي تخن. لا عايزك بقى تبعت لي فيديوهات على هاشتاج عاش على صفحه الصفحه اللي هتنزل، وبعت لي فيديوهات الاسبوع ده تقول لي ان بدات امارس، هعرضها لك الحلقه الجايه. عيني بس انا شغلي، انا بطلت عشان شغلي على فكره. انا اسمي ايه؟ محمد مش احمد. محمد عدله يا شباب. معاك شغل. انت شغال ايه؟ شغال ايه؟ انا شغال مندوب ترخيص في المرور. لا انا عايزك بعد الحلقه يا حبيبي. سيب رقم يا بقى، ما تجيبش فيديوهات يا حبيبي. عايزك بعد الحلقه كده الاسبوع الجاي، خلال الاسبوع ده صور لي فيديو 20 ثانيه او 30 ثانيه وانت بدات تمارس رياضه، حتى لو بتجري، وابعته لي على الصفحه واكتب لي تحتيه عاش، هعرضه لك الحلقه الجايه. ودي كده بدايه مننا عشان نشجع كل اللي ما بيلعبش رياضه يبدا يلعب رياضه، واللي بيلعب رياضه نشجعه برضه يوصل لمستوى افضل. مساء الفل عليك يا محمد. هرجع ليك السن المناسب. انا بشكرك الاول بس على الهاشتاج دوت عاش، بصراحه فكره رائعه والله. الله يخليك بامان. الله يخليك. يعني يا ريت كل الناس تعمل زيك كده بجد، مصر هتبقى احسن. دي حاجه كويسه جدا. الله يخليك جدا. والصفحه جدا. على موجوده على الشاشه جو ميديا برودكشن، ابعتوا لي عليها فيديوهات تحت هاشتاج عاش، اي حد هيصور الفيديو وهيبعته لي هنزله الحلقه الجايه وهنقول له عاش. السن السن المبكر في قاعده عندنا كونغ فو. احنا دلوقتي السؤال على رياضه الالعاب النزاليه بصفه عامه، بلاش نقول هي ايه. طب نقول كونغ فو، تايكوندو، كاراتيه، كل الالعاب النزاليه اللي فيها مواجهه، ملاكمه، مصارعه، وات ايفر، ايه اي لعبه نزاليه او يعني فيها منافسه. في بيقولوا ينصح يعني في العلم التدريبي بيقولوا ان انت لازم تبدا، ما تبداش بدري في الالعاب النزاليه، انك يدوب الطفل يجي يمارس اللعبه فور فن، ما يبقاش مضغوط خالص لغايه ما يوصل لسن اللي هو السن الجونيور او السن ال 12 سنه او ال 14 سنه، اللي هو يخليك تبدا فيه تمارس العاب اللعبه بصوره تنافسيه، انك تريد الانتصار، ان انت عايز تكسب. يبقى من سن كام سنه يبدا يجي يتدرب؟ لا احنا، ما انا لسه كنت بكلم حضرتك، بيبدا السن عندنا من 5 سنين او 6 سنين. 5 سنين يتدرب؟ يبدا يتمرن. قبل منك ب7 سنين بكتير. لكن الفكره كلها ان انا همرنه، بأهله دي التأهيل، الفتره التأهيليه، انه يوصل لمرحله ان هو عنده 12 سنه يبدا ينافس، يقف في مواجهه حقيقيه مع ايه؟ مع خصم. طيب قبل 12 سنه حصل، دي قاعده، لكن لكل قاعده شواذ. عندنا لاعب في مصر يعتبر افضل لاعب في مصر في الكونغ فو، هو لاعب اسمه محمود عاطف من اسكندريه، ولاعب منتخب مصر وبطل العالم في سن الشباب وبطل افريقيا، يعني الحمد لله، يمكن والحمد لله رب العالمين، من افضل لعيبه العالم ما شاء الله. اللاعب دوت بدا من سن مبكر خالص، ولعب العاب، يعني لعب ومارس اللعبه في سن مبكر، وفضل محافظ على نفسه لغايه سن دلوقتي، هو في بيلعب برجال وبطل عالم واحسن لعيب مصر في اللعبه. بس اللعيب ده حاله فرديه، لحاله استثنائيه، لانه لعيب موهوب، ربنا عطيه الموهبه. طيب. وهو قدر انه يكمل على المدار ده، ما وقعش. عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده حاجه و20. حاجه و20. حاجه و20. طيب. سنه. عشان الوقت بس اقول سريعا، من سن 5 سنين يبدا يتدرب، ممكن يبدا يخش بطولات. بيلعب في 12 سنه في العاب تاهيليه، انه ممكن يلعب جمباز، يلعب سباحه، الحاجات اللي تاهله يلعب بعد كده الفايتنج، او يلعب الالعاب اللي هي ايه، النزاليه. تمام. الكيك بوكسنج، الكيك بوكسنج نفس الكلام كابتن وليد، من سن 5 سنين يقدر يلعب من غير منازلات ومن غير متوشه رسميه، تمام، لحد مثلا سن 14 سنه يبدا بعديها ان هو يقدر يلعب بطولات فعليه. طيب. لكن غير كده هختم، انا عايز اختم بس بنصيحه من كل واحد، بس قبل النصيحه انا عايز حاجه، ايه المواصفات اللي مطلوبه بس سريعا علشان ما اجيش دقيقتين،
ايه المواصفات اللي مطلوبه في كل طفل عايز يجي يمارس الرياضه ان كانت كمال اجسام؟ ايه المواصفات المطلوبه؟ المواصفات، في المواصفات اللي الكابتن برضو جدا طبعا، كل طفل دي بتفرق جدا طبعا. في بيجي لك مثلا ممكن طفل يعني شكل جسمه خلاص انت حاسس ان هو مؤهل ان انت تعرف يعني تتعامل معاه، ما تخافش عليه، تبدا تنميه واحده واحده. وفي ممكن مثلا يجي لك طفل عنده 12 سنه 13 سنه 14 سنه وخلاص كده ما بقاش طفل، 14 سنه ده كده مش طفل، بس لسه جسمه ضئيل، فبيبقى برضو الموضوع صعب شويه. تستنى عليه شويه. اه تستنى عليه شويه، دي الحاجه اللي انت لازم تشوفها فيه. المواصفات عندك كابتن مصطفى؟ المواصفات تقريبا مفيش مواصفات ثابته. تمام، انت ممكن يجي يعني امتى ترفض تقول له لا مش هينفع يلعب؟ ده بعد بيبان بعد تمرين 2 3. انما كشكل لكن كشكل عام لا، ما تاخدش بالشكل الظاهر. يعني ممكن يجي لك طفل بدين جدا وبعد كده يحقق بطوله ويبقى رائع على فكره. ممكن يتحول فيه ولو نحيف ضعيف. على فكره النحافه مش شرط للضعف، انت ممكن يبقى طفل نحيف بس هو كل يعني هو صحي او هو يعني صحيا كويس بس هو نحيف. نصيحه في اقل من 30 ثانيه. نصيحة للطفل، انا مش عايز نصيحة للناس الكبار، انا عايز نصيحة لطفل، ابدا بطفلي من ايه دلوقتي عشان اخليه رياضي؟ هل تغذية؟ هل ايه؟ هل انميه سريعا؟ هي الاهتمام ده لازم انا اهتم بيه وابدا اوجهه للرياضة. يعني انا لازم اوجه ابني للرياضة، يعني دي رقم واحد. تاني حاجة الغذاء. الغذاء يبقى اوجهه للرياضة. طبعا كابتن مصطفى نصيحة. نصيحة للمذاكرة حاجة مهمة جدا جدا والدراسة حاجة مهمة جدا، بس الرياضة متوازية معاها. ولي الأمر هو البطل الحقيقي. ولي الامر هو البطل الحقيقي، هو اللي يقدر يعني هو اللي بيدير العمليه دي كلها، هو اللي بيودي ابنه للصاله، هو اللي بيوجه ابنه للرياضه. فلو ولي الامر عنده عقليه محترمه وعايز يودي يعمل من ابنه بطل، هو اللي هيجري بيه للحته دي. فانا بحيي ولي الامر لان هو اساس العمليه التدريبيه او نجاح الطفل، نجاحه في نجاح ولي الامر او في عقليته. هجمع النصايح، ولي الامر ياخد باله من التعليم وكذلك ياخد باله من الرياضه، يتغذى كويس ويوجهه انه يلعب رياضه في وقت مبكر. هنقول المبادره بتاعتنا اللي احنا عملناها في حلقه النهارده، عاش. اي حد بيمارس رياضه بيبعت لنا فيديو مصور الرياضه اللي بيمارسها ويبعتها لنا على هاشتاج عاش على الصفحه اللي موجوده جوه ميديا برودكشن، هزعها له الحلقه الجايه. اي حد ما بيلعبش رياضه يبدا معانا من دلوقتي ونقول له عاش، يصور لنا فيديو حتى ولو جري او حتى بدايه بسيطه للرياضه ويبعته لنا على جوه ميديا برودكشن، هزعها له الحلقه الجايه تحت هاشتاج عاش. خلصت حلقتنا، بس يا ريت الحلقه الجايه يكون معانا 100 واحد نقول له عاش. مع السلامة.